بفخر جلي يشهد على جهودها الدؤوبة بدعم طلابها المتميزين وبرعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم. احتفت جامعة الشارقة صباح أمس بتكريم المتفوقين من خريجي دفعة فصل الربيع 2019، وذلك في المركز الطلابي بالجامعة. هذا اليوم يوم لقاء سعادة مدير الجامعة والعمداء ومجلس الأمناء بالطلبة المتميزين، هو احتفال بالطلبة الخريجين المتميزين الذين حصلوا على أعلى العلامات في الجامعة، وعددهم كطلاب حوالي 119 طالب، منهم 8 دكتورة و18 ماجستير، والبقية من طلبة البكالوريوس. هؤلاء الطلبة المتميزون الذين حصلوا على أعلى العلامات لهم تكريم خاص وشهادات خاصة أيضا تمنح لهم إضافة إلى الشهادة الرسمية. بلغ عدد الطلاب المتفوقين الذين تم تكريمهم 119 طالبا من خريجي برامج الدكتوراه والماجستير إلى جانب البكالوريوس والدبلوم في مختلف تخصصات الجامعة، وتم منح مكافأة مادية للطلبة الأوائل. احتفل اليوم بتخريج الطلبة المتميزين من الجامعة، والحمد لله حصولي اليوم على درجة امتياز في تخصص الهندسة المدنية. وبهذه المناسبة أود أن أنتهز الفرصة وبارك لصاحب السمو حاكم الشارقة تخريج هذا الفوج، كما نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه لا محدود لطلبة جامعة الشارقة. الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى تخرجت من كلية القانون ماجستير في القانون الخاص بمرتبة ممتاز، وهذه سنة 2019 إن شاء الله يعني في خطى الوصول إلى مرتبة الدكتوراه بإذن الله تعالى. حققنا أحد الأهداف اللي نحن كنا نسمو لها، اللي هي حصولنا على درجة الماجستير في الهندسة، وكل الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، وأيضا سمو حكام دولة الإمارات على دعمهم اللامحدود. الحمد لله سعادة الأهل قبل يومين في الحفل كانت معبرة جدا، وأعتقد أن هذه الفرحة الحقيقية وهذه البداية وليست النهاية. جامعة الشارقة تسعى بخطى راسخة في تحقيق رسالتها الرامية إلى تأهيل المزيد من المتفوقين والمتميزين من طلبة العلم والمعرفة، وتفخر بتفوق أبنائها الذي يزداد سنوياً، مما يدل على تقدمها وجهودها المثمرة في بناء بناة للوطن يتسلحون بالتميز والجدية من أجل دفع عملية التطور والتقدم. إذن للحديث أكثر عن هذا الحفل ودور جامعة الشارقة في تهيئة الجو الأكاديمي والعلمي لتفوق طلبتها، معنا اليوم الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. طبعا حقيقة مناسبة مهمة جدا، تكريم المتفوقين والمتفوقات في المجال الأكاديمي. ماذا تريدين أن تقولي في هذه المناسبة للطلبة والطالبات؟ بداية حابة أهني الطالبات والطلبة المتفوقين والمتميزين على هذا التفوق وعلى هذا الإنجاز العلمي، وأقدم لهم تهنئة أسرة جامعة الشارقة بكل فئاتها. وإحنا فرحانين أن عندنا هالكثر عدد من المتميزين في جامعة الشارقة. نعم. طيب، على إثر العدد الكبير من المتميزين في جامعة الشارقة، هذا العدد يتزايد حقيقة شيئا فشيئا، يعني 119 طالب، 119 عندكم طالب. أيوة نعم. وصل عدد المتفوقين إلى هذا العدد مقارنة يمكن بالسنوات الماضية، العدد زاد. هنا السؤال الذي يطرح نفسه هو ما سبب هذه الزيادة؟ لماذا هناك تفوق سنوي ما شاء الله؟ ما الذي جعل أو ما الذي قدمته الجامعة حقيقة من أجل أن يصل الطلاب لهذه المرحلة من التفوق؟ مثل ما قلت مسبقا، نحن فخورين بطلبتنا المتميزين المتفوقين، وفعلا مثل ما ذكرتي عدد الطلاب المتميزين 119، وعدد الطالبات المتميزات
354 معلوم. وطبعا احنا لو قارناهم بالاجمالي عدد المتخرجين بيكون ما يعادل نسبه 23%، لكن هذا العدد سببه ان جامعه الشارقه اساسا تاخذ الطلبه المتفوقين دراسيا. فمثلا بالنسبه للطب يعني يكون معدل 98 بالنسبه لجميع الجنسيات و90 للطلاب المواطنين. بالنسبه لكليه الهندسه يكون مثلا معدل 90 فما فوق. فهذا التميز يعني الطالب اتى وهو متميز اصلا متميز، بالاضافه لان في كليه الطب تكون هناك منافسه على دخول الكليه من بعد سنه اولى، فيعتمد على المعدل الذي سوف يحصل عليه ايضا الطالب او الطالبه داخل الجامعه في سنه اولى حتى يلتحق بكليه الطب. فهذه الطلبه المتفوقين والتنافس الشديد فيما بينهم اوجد عندنا هذه النسبه المتعاليه من الطلبه المتميزين. ما شاء الله. على اثر التميز والتفوق وكذا الى اخره، اذا عندك فكره استاذه دكتوره سلامه، ما هو التفوق تحديدا؟ لازم يكون كم المعدل؟ امتياز، جيد جدا، 4-3 المعدل التراكمي، حتى نوضح ايضا للساده المشاهدين. بالنسبه للطلبه الحاصلين على امتياز يجب ان يكون المعدل 3.6 بالنسبه لطلبه البكالوريوس، بالنسبه لطلبه الماجستير يكون 3.7. فطبعا هذه النسب اللي احنا معتمدينها بالنسبه للامتياز، بالاضافه لان هناك بعض الطلبه والطالبات الحاصلين على 4 من 4 ما شاء الله، وايضا وتم تكريمهم في هذا الحفل بالاضافه الى مكافآت قدمت لهم ما شاء الله، ودرع التفوق اللي هو يعني يعطى للجميع. يعني حقيقه انتم فخر وهم ايضا فخر، فخر انكم دعمتوهم وهم فخر انهم وصلوا لهذه المرحله. بنستمر الحديث اكثر لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، تابعونا ثم لنا لقاء. الولي المولى، الولي الناصر والمتولي للأمر والقائم به، والله جل شأنه مولى الخلق أجمعين، بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ورازقهم ومعبودهم الحق ومولى المؤمنين، ولاية خاصة محبة وتوفيقا ونصرا. ورد اسم الولي في القرآن الكريم 15 مرة، أما اسم المولى فورد 12 مرة. الشاهد قوله تعالى في سورة الشورى: وهو الولي الحميد، وفي سورة آل عمران: نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
سبحان من سكن تسبيحه القلوب وستر بفضله العيوب وكشف بلطفه الشدائد والكروب. سبحانه تصاغرت في جناب عظمته العظام وتولى تدبير الأمور على توالي الأيام واختلاف حاجات ولهجات ومرادات الأنام. سبحان من خفقت بحبه القلوب وجاد بنعمه دون حدود لبيه وسعديه، والخير كله في يديه والشر ليس إليه، إن به وإليه. صرف عمن تولاه من عباده كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين، فأصبحوا في ذمته آمنين مطمئنين ولعذابه مستدفعين. فسبحانه ما أكرم، سبحانه من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران. حان الآن موعد أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. والحمد لله نور السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد قيوم السماوات والأرض ومن فيهن،
وله الحمد ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وله الحمد هو الحق، وقوله الحق، ووعده الحق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. سبحان ذي الجبروت والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. يسبحه الملائكة المقربون، شاهدوا من عظمة الله ما لم نشاهد، وعلموا عن عظمته ما لم نعلم، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الحافظ الحفيظ الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيها ومن فيها، ويحفظ على الخلق أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين من المهالك والشياطين ومواقعة الذنوب. ورد اسم الحافظ في القرآن الكريم 3 مرات، وكذلك اسم الحفيظ ورد 3 مرات. الشاهد قوله تعالى في سورة يوسف: فالله خير حافظا، وفي سورة هود: إن ربي على كل شيء حفيظ. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، نواصل حوارنا مع الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة، الحديث عن المتفوقين والتسهيلات التي تقدمها جامعة الشارقة وعمادة شؤون الطالبات تحديدا للطالبات، والبرامج المختلفة التي تقدمها الجامعة للطالبات سواء كانت برامج الدكتوراه أو برامج الماجستير أو غيرها من البرامج. دكتورة، بما أن تكلمنا عن البرامج، خلينا نبدأ من البرامج. ما هي البرامج التي تقدمها جامعة الشارقة للطالبات والطلبة؟ والله هناك الكثير من البرامج، حاليا فيه 32 برنامج ماجستير ودكتوراه. نعم. وإن شاء الله يعني على بداية شهر سبتمبر بيكون 54 برنامج. طبعا في برامج ماجستير ودكتوراه في كلية الطب وكلية العلوم الصحية والصيدلة والأسنان، يوجد 125 طالب دكتوراه وماجستير في الكليات الطب والعلوم الصحية. ايضا مثل يعني كما تعلمين، جامعة الشارقة تعتبر يعني رابع جامعة على مستوى الدولة، يعني وصلت هذا المستوى الرابع على جامعات الدولة. وايضا
نحن نشوف أن هناك يعني أيضا برامج لا توجد في أي جامعة من جامعات الدولة إلا في جامعة الشارقة، منها الطاقة المتجددة، الهندسة النووية، برنامج في العلوم اللي هو عن البترول، أيضا عندنا تاريخ الفن في كلية الآداب. ففي برامج مش موجودة والطلبة يعني يبحثون عن هذه البرامج ويجدونها فقط في جامعة الشارقة. ما شاء الله. ونحن الآن نستعرض حقيقة بعض اللقطات عن مناسبة المتفوقين أو تكريم المتفوقين. حقيقة بدر إلى ذهني سؤال، هو التفوق في أي مجال؟ في مجالات الدراسات العليا ولا في البكالوريوس ولا في الدكتوراه؟ كان هو يعني التكريم بالضبط في أي مكان؟ لا، كان التفوق بالنسبة لطلبة البكالوريوس وأيضا طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه. الجميع بالنسبة لهذه السنة 2019. نعم. وكان عدد الإناث أكثر من عدد الذكور. عدد الإناث أكثر من الذكور بحكم أن هم أصلاً عدد الطالبات أكثر من الذكور. عدد الطالبات أكثر من الذكور. طيب نعود إلى عمادة شؤون الطلبة. دكتورة سلامة، ما هي التسهيلات التي تقدمها العمادة لطالباتها تحديداً؟ نتكلم عن الطالبات. نعم. هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها العمادة والتسهيلات التي تقدمها للطالبات. طبعا مثل ما انت عارفه في موجود عندنا سكن للطالبات موجوده به جميع الخدمات. ايضا عندنا الخدمات اللي احنا نقدمها داخل العماده اللي هي قسم الارشاد والدعم النفسي، قسم الانشطه الطلابيه، المرسم الجامعي، المجمع الرياضي. فهي كلها اقسام تقدم خدمات للطالبات، بالإضافة أن احنا هناك الكثير من التسهيلات اللي نقدمها للطالبات. إذا الطالبة حست أن لديها أي مشكلة أو أي صعوبة في التأقلم مع البيئة الجامعية، فإحنا نقوم بحل هذه الصعوبات وهذه المشكلات. ويحدث فعلاً؟ يحدث فعلاً. أيوة، لأن الطالبة يعني جاية من البيئة المدرسية، فلما تأتي للبيئة الجامعية في هناك اختلاف كثير يعني بين البيئتين، فالتأقلم مع البيئة الجامعية يحتاج إلى وقت. صحيح. فلكن لما نحن نعمل بداية من لقاء الطلبة المستجدين، يكون هذا اليوم يوم نخلي نعرف الطالب على الجامعة ومرافقها، ويكون هناك كلمة ترحيبية من مدير الجامعة واستقبالهم بهذه الطريقة وبهذه الاستقبال الحافل، فيبتدون الطلبة يعني يحسون أنهم دخلوا في مود الجامعة. نعم. طيب نريد أيضا أن نوضح للسادة المشاهدين الكرام تلك الأنشطة والدورات التدريبية التي تقدمونها للطلبة أو الطالبات بصفة عامة، تبين تتكلمين بصفة عامة أو بصفة خاصة عن عمادتك كما شئتي، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات. نعم. الحكومية هنا في إمارة. نعم. الشارقة هناك الكثير من البرامج والدورات اللي إحنا نكون منظمينها بالتعاون مع الجهات الأخرى، فمثلا حضورهم لمؤتمرات تكون مؤتمرات يعني عدت من قبل جهات أخرى، نقوم ب يعني مشاركة الطالبات في هذه المؤتمرات على مستوى الدولة. أيضا هناك بعض الفعاليات اللي تكون مشتركة بين العمادة وبين المؤسسات الحكومية، مثل في عندنا اللي هو التعريف بالتطوع مع جائزة شرق العمل التطوعي. ايضا عندنا العمل مع اللي هي مؤسسه الخدمات، بحيث ان يكون هناك فعاليات مشتركه في المناسبات الوطنيه او المناسبات مثلا الدينيه او الاجتماعيه اللي تحصل على مستوى الدوله، فيكون مثلا حق الليله او مثلا اليوم العالمي للطفل او العيد الوطني او العيد الوطني. نعم. اي فعاليه فيكون هناك اشتراك مع هذه المؤسسات. نعم. أكثر يمكن ما يواجهكم أنتم تحديدا، أتوقع طبعا هذا مش عن لسانكم ولكن صححيني إذا أنا مخطئة، هو تحدي الطلاب الجدد أو طالبات الجدد تحديدا. نعم. أليس كذلك؟ حتى عندكم أخصائيين نفسيين أعتقد. نعم. وعندكم أخصائيين اجتماعيين. نعم. وإلى آخره، حدثينا عن هذا التحدي، وخاصة أن هناك من طبعا سجل في جامعة الشارقة بعد ما نجحوا، ألف مبروك طبعا للناجحين المتفوقين في الثانوية العامة، ويريدون ينخرطوا إلى جامعة الشارقة، حدثيهم على البدايات كيف بتكون إن شاء الله بيئة جاذبة لهم جميعا. البيئة الجامعية فيها الكثير من الأمور التي تسهل على الطالبة أو الطالب أن يندمج في هذه البيئة، بداية من وجود الكافتيريا، وجود المكتبة،
وجود القاعات الاستراحات اللي يبتدي الطالب أو الطالب يتعرف على زملائه. بالإضافة إلى أن الجو الجامعة مريح للطلبة والطالبات، لأنه متوفرة فيه جميع الخدمات، أي خدمات يطلبها أو يبحث عنها الطالب سوف يجدها موجودة في الجامعة، بالإضافة إلى وجود المركز الطلابي، مركزين، مركز طلابي للطالبات ومركز طلابي توجد فيه جميع أنواع الخدمات وأيضا موجود عند الطلاب. نعم، هناك أيضا الإرشاد طبعا. الإرشاد، أيوة الإرشاد أيضا يقومون بعمل دورات تنمية ذاتية للطالبات على كيفية التوافق أو التعود على الجو الجامعي وكيفية الانخراط في البيئة الجامعية وتذليل الصعوبات إذا واجهتهم من خلال هاي الدورات اللي هي تكون لعدد من الطالبات. وأيضا هناك الإرشاد اللي هو نسميه الفردي، ويكون في إرشاد للجماعات اللي هي يكون عددها قليل، يعني الجماعات الصغيرة يكون أيضا يكون في إرشاد ويعني تذليل الصعاب لهؤلاء الطالبات اللي هم عندهم نفس العقبات. ممكن نعم. تكون مثل إرشاد مجموعات، احنا نسميه الإرشاد عن طريق هذه المجموعات. نعم. لا أريد أن حقيقة أن أعقد مقارنة بين الطلاب والطالبات، أو بين قصدي التسهيلات المقدمة للطلاب والتسهيلات المقدمة للطالبات، لكن يمكن قد يكون هناك بعض الخدمات في عمادة شؤون الطلبة مقدمة أكثر يمكن للطلاب من البنات، كالألعاب مثلا، رياضات معينة إلى آخره، صحيح هذا الكلام ولا؟ لا، هي الخدمات والتسهيلات متوفرة للطلاب والطالبات بنفس المستوى، بنفس القدر، نفس الأقسام، عدد الأخصائيين، المرشدين النفسيين، المرشدين الاجتماعيين، هو نفس العدد ونفس الأقسام، لا يوجد أي اختلاف بتاتا. ما عدا كرة القدم. ما عدا كرة القدم هي اللي موجودة عند الطلاب. وإن كان البنات أيضا يلعبون كرة قدم. والله هم الطالبات يعني لحد الآن ما في طالبات يعني يونا مثلا أبدوا رغبتهم لهذه اللعبة. نعم. وأيضا اللعبة هذه مش موجودة عندنا في مركز الطالب، في المجمع الرياضي للطالبات. نعم. طيب دكتورة، عندك فكرة تخصصات بالنسبة للطلبة المتفوقين اللي تكرموا اليوم ما هي بالضبط؟ والله هم متفوقين في كل التخصصات يعني، وخاصة احنا دائما يزيد عندنا العدد في الفصل الثاني، لأنه يكون معاهم خريجين وخريجات كليات الطب والعلوم الصحية، فيكون عدد الحاصلين على امتياز من كليات الطب والعلوم الصحية لأنهم عندهم نظام يعني سنوي، فيكون عددهم أكبر، يعني هم لأنهم عندهم النظام أو الدراسة سنوية. نعم. فهم يكونون تخرجهم يكون بس في نهاية العام، فعلى هالأساس يكون عدد المتفوقين أو المتميزين يطلع عندهم صحيح. أكبر صحيح. بالإضافة لو إحنا جمعنا معاهم عدد المتفوقين المتميزين من كليات الطالبات ومن كليات الطلاب. نعم، سواء تخرجوا أو ما تخرجوا هذه، أو فقط الخريجين؟ فقط الخريجين. التفوق فقط الخريجين؟ بس الخريجين، أيوة. نعم. طيب واللي يتفوق مثلا يعني كل سمستر او كل مساق او كل دوره معينه يتفوق، ما له تكريم؟ ما له تكريم، لكن أو تحفيز، اقصد مش لازم تكريم، له تحفيز. نعم. ما احنا عملنا يوم الام نكرم فيه امهات الطالبات اللي حاصلات على معدلات عالية. نعم. بدينا من 3.6، الآن لما شفنا العدد كبير صرنا نكرم أمهات الطالبات الحاصلات على 4x4. ما شاء الله. هي. يعني هناك دعم، هناك أيوة. تحفيز، أيوة هناك يعني تحفيز. اللي يبذل مجهود في جامعة أيوة. الشارقة من الطلاب. نعم. من الطالبات يجد نصيب من. نعم. مجهوده، يعني هو التحفيز. نعم. يكون من 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 أول سنة يدخلها الطالب، يعني من أول سنة حصل على امتياز، يكون في مثل ما قلت لك في مناسبات نكرم فيها الطالب المتميز وأيضا أمهاتهم. نعم، حقيقة نحن سعدنا بوجودك معنا دكتورة سلامة الرحومي، أعطتينا يعني نبذة واسعة جدا عن عمادة شؤون الطالبات وعن هذا الحفل التكريمي. طبعا الدكتورة سلامة الرحومي عميدة شؤون الطالبات في جامعة الشارقة، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لكم. وصلنا الختام مشاهدينا الكرام، وفي الختام دائما أتمنى لحضراتكم أمسية سعيدة وليلة أسعد بإذن الله، على أمل لقاء حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أماسي. لذلك الحين لكم مني أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.